شهد سيادة الرئيس جمال عبد الناصر مباراة كرة القدم التي أقيمت بأرض النادي الأهلي بين فريقي الزمالك والأهلي والتي خصص دخلها للمساهمة في تسليح الجيش. وقد شهد هذه المباراة أيضا السادة أعضاء مجلس سيادة الثورة والأمير عبد الله الفيصل وآلاف من الجماهير. وبدأت المباراة بداية طيبة وتبادل الفريقان الهجمات السريعة وعمل كل فريق على إحراز نصر سريع، ولكن الدفاع تمكن من صد الهجوم المتوالي على مرمى الفريقين. وأخذ الحماس يدب في نفوس اللاعبين فكان صراعا عنيفا انتهى بتعادل الفريقين بإصابتين لكل منهما. وأقيم لنفس المناسبة مهرجان للسباحة بحمام الجزيرة اشترك فيه أبطال سلاح الضفادع البشرية لعرض للسباحة تحت الماء وأخطر العمليات الحربية الفدائية. ثم عرض لبطل كمال الأجسام توني بولس وتلاه أبطال القفز في مصر. ثم عرض فكاهي من البطل كمال علي عن السباح الغشيم. وقدم المطرب الشعبي الكحلاوي فاصلا غنائيا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.